والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أدهم. النهاردة جاي لكم بفلوج جديد. فالنهاردة هعمل مقلب على أختي، بس أنا يعني ما بعملش فيديوهات كل يوم، ما بحب أعمل فيديوهات كل يوم. فالنهاردة مقلب هيكون قوي قوي قوي، خلي قوي. قبل كده عملت مقلب على أخويا أيفون 8، بس المرة دي هعمل مقلب على أختي أيفون إكس. فيا جماعة يا رب يعجبكم الفلوق. هروح اعمل ايه؟ فاضية؟ بصي عادي، هنا ده الفلوق بتاعي بس. ماشي، دلوقتي انا جايبلك ده، جايبلك هدية. افتحيها. كنت بتعمل ملف فيا محفظة، فما طلعش ايفون اكس، طلع محفظة. ايه الهبل ده؟ تزعليش؟ انت زعلانة؟ لا مش زعلانة. بس بص الهدية دي بقى، جيبلك سلسلة. ده يا جماعة نسيت اقول لكم ان انا جبت لها الهدية دي. كانت عايزة السلسلة دي قبل كده وانا قلت لها لا خدي، كانت غالية مش عارف. يا جماعة يا رب يعجبكم الفيديو، متنسوش تحطوا لايك. عايزاكم تعملوا 400,000 لايك. لا يا جماعة انتظروا، هعملها عايزين 10 لا 20 قصدي 63 لايكس. ولما سبسكرايبرز، ولما يرن الجرس، ولما يرن الجرس فوق ابو رنوا تنبيه الجرس. اذا لو رن الجرس لوحده انت هتسمعه في فيديو جديد جاي. ايوه. فاعملوا لايك سبسكرايب وجرس التنبيه، واعملوا شير وكومنتس، واعملوا لي فولو على الانستغرام تويتر سناب شات و لا بس. فيا رب يكون عجبكم الفيديو. متنسوش ايه؟ تحطوا لايك وسبسكرايب كومنت. اذا لو ما عجبكمش الفيديو حطوا ديسلايك. لا حطوا لايك. يلا سلام.